انتشار فيروس جديد بين الأبقار يهدد صحة منتجات الألبان وأيضاً صحة الإنسان بشكل عام. ووزارة الزراعة الأمريكية تؤكد هذا أول تفشي مؤكد لمرض إنفلونزا الطيور بين الماشية. تفاصيل الفيروس وكيف تم اكتشافه، أيضا ما خطورته على منتجات الألبان بشكل عام وعلى البشرية، كل هذا في تغطيتنا الآن. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا. أثار انتشار مرض غريب بين الأبقار في الولايات المتحدة قلق الأطباء والمسؤولين، حيث أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية عن تفشي مرض غامض يصيب البقر في الولايات المتحدة. هذا المرض تسبب في تغير خصائص الحليب، وأكدت وزارة الزراعة أن هذا أول تفشي مؤكد لمرض إنفلونزا الطيور بين الماشية. أيضاً ثبتت صحة إصابة حفنة من الماعز في ولاية مينيسوتا بفيروس H5N1 لتصبح أول حيوان في الولايات المتحدة يصاب بمرض إنفلونزا الطيور. أصدرت الوزارة بياناً رسمياً أكدت فيه الآتي: تسجيل حالات إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى HBAI بين الأبقار في 4 مزارع للألبان في منطقة تكساس وكانساس، بالإضافة إلى وجود حالات أخرى للإصابة في ولايات نيو مكسيكو، ولكن لم يتم حتى الآن الكشف عن عدد المزارع المتضررة أو حتى عدد الأبقار المصابة بهذا المرض. بالنسبة لحليب هذه الأبقار، اكتشف العلماء الذين يعملون على التحقيق في هذا التفشي أثارا لفيروس إنفلونزا الطيور في عينات متعددة من حليب البقر، وذلك قبل تعقيمه. كما أكد المسؤولون أن هذا الحليب غير طبيعي بشكل واضح، ولن يتم طرحه في الأسواق أبدا بهذا الشكل. الدكتور جيم لوي الباحث المتخصص في مجال الإنفلونزا وأيضا الطب البيطري في جامعة إلينوي قال إن الحليب المصاب يعرض خصائص غير طبيعية في حياة الإنسان، حيث يكون سميكاً وسكرياً، لكن الخبراء يؤكدون على أن عملية الباسترة سوف تحمي المستهلكين جميعاً من أي فيروسات محتملة في هذا الحليب. ويشكل هذا التفشي الجديد تهديداً صحياً جديداً يثير قلق الجمهور بشأن سلامة منتجات الألبان بشكل عام وصحة البشر بشكل خاص. وكان قد افترض بعض الخبراء منذ 15 عاماً بناء على تجارب عديدة أن الماشية معرضة للإصابة بإنفلونزا الطيور أيضاً، وذلك بسبب تفشي فيروس H5N1 عام 1997 في آسيا، والذي تسبب في حدوث إصابات مميتة في الطيور البرية والدواجن وحتى الإصابات بين البشر. منذ أواخر التسعينات افترض العلماء أن الإنفلونزا الطيور يمكن أن تنتقل إلى الماشية من البشر أو الحيوانات الأخرى، لكن توجد أدلة واضحة الآن. ولكن تم العثور على أبقار مريضة في المملكة المتحدة لديها مستويات مرتفعة جدا من الأجسام المضادة لسلالات فيروس H1N1 البشرية، كما أصيبت الخنازير أيضا بالعدوى في عام 2005. لكن لسنوات عديدة لم يكن من الواضح ما إذا كانت حيوانات المزرعة المكترة مثل الأبقار، وهي يمكن أن تصاب بالعدوى أيضا مثلها. أما بقى عن أضرار ظهور هذا المرض، فقد أثر المرض حتى الآن على ما يقرب من 4 مزارع ألبان، وحوالي 10% فقط من كل قطيع متأثر بهذا الفيروس. كما لاحظ بعض المزارعين وجود طيور برية ميتة في ممتلكاتهم الخاصة أيضا، مما يشير إلى أن المصدر جاء من الطيور المهاجرة. وبالنسبة لعدد الأبقار التي تم تضررها فهو شكل قليل حتى الآن، لكن العدوى تؤدي إلى انخفاض حاد في إنتاج الحليب ومنتجات الألبان، ويصل أحيانا إلى 40% فقط، والذي يستمر عادة لمدة أسبوع إلى 10 أيام متتالية. طمأن أيضا سيد ميلر مفوض وزارة الزراعة والسكان، وقال أن من المعروف أنه لم يدخل أي حليب ملوث إلى الأسواق أو إلى السلسلة الغذائية، وقد تم التخلص منه بالكامل، وفي حالة نادرة دخول بعض الحليب الملوث إلى السلسلة الغذائية فإن عملية البسترة سوف تقتل هذا الفيروس. يقوم الآن العلماء بتسلسل جينوم الفيروس لمعرفة مصدره وكيف قفز إلى الأبقار. وأيضا قال الطبيب البيطري بالولاية برايان هوبز في بيان عام للهيئة البيطرية الأمريكية:
هذه النتيجة مهمة جدا، لأنه على الرغم من أن الهجرة الربيعية تمثل بالتأكيد فترة انتقال عالية الخطورة للتواجن، إلى أن تسلط الضوء الآن على احتمال إصابة الفيروس بحيوانات أخرى في جميع المزارع التي تحتوي على أنواع عديدة جدا من الأبقار. الجدير بالذكر مشاهدين أنه في نهاية عام 2023 كشف تقرير سنوي لمنظمة Wildlife Trust غير الحكومية في بريطانيا أن إنفلونزا الطيور كان لها تأثير مدمر على الطيور البحرية في المملكة المتحدة هذا العام، حيث أدت إلى نفوق آلاف من الحيوانات. وكان العامان الماضيان قد شهد أشد تفشٍ في المملكة المتحدة منذ أن ظهر الفيروس في مزرعة دواجن صينية في أواخر عام 1990 في القرن الماضي. إلى هنا مشاهدينا تكون انتهت تفاصيل ظهور إنفلونزا الطيور بين البقر وكيف يؤثر على منتجات الألبان، وأيضا بشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.